ومشاهدينا نتحول معكم الآن إلى جولة في عدد من محافظات الجمهورية. ينضم إلينا فيها من الأسكندرية أحمد عبد الرازق، ومن الغربية وتحديدا المحلة أحمد رجب. إذن دعوني مشاهدينا أبدأ بالأسكندرية وزميلي أحمد عبد الرازق. أحمد، أرحب بك وآخر الأنباء لديك، تفضل. مساء الخير نانسي، تحياتي. هذه محافظة الأسكندرية، أقف تحديدا في ميدان محطة الرمل، ويبدو في عمق الصورة أو يظهر في عمق الصورة جامع القائد إبراهيم، وبين الميدان وجامع قائد إبراهيم واحدة من أهم ساحات الأسكندرية أيام التظاهرات أو في وقت التظاهرات منذ عدة سنوات. وكما تظهر الصورة، هذه حركة السير والمرور تسير بشكل طبيعي، سواء السيارات أو المارة أو ترام المدينة أو ترام الرمل. الوضع طبيعي. خرج السكندريون صباح اليوم إلى أشغالهم، وخرج الطلاب إلى الجامعات لاستيفاء الأوراق في بداية العام الدراسي الجديد. يعني هذا المشهد يبدو كما تظهر الصورة طبيعيا منذ صباح اليوم. لا أتحدث فقط عن ميدان محطة الرمل، ولكننا منذ الصباح تجولنا من شرق الإسكندرية إلى غربها لنرصد ما يحدث في الميادين وفي الشوارع. وأؤكد لك نانسي أن حركة السير والمرور تسير بشكل طبيعي. المواطنون السكندريون يتحركون في معاملتهم اليومية وإلى أشغالهم من وإلى أشغالهم بشكل طبيعي. لا توجد أي إجراءات استثنائية. لا يعكر صفو هذا المشهد غير أن درجة الحرارة ترتفع إلى ما يزيد عن 30 درجة مئوية. هذا هو ملخص المشهد منذ الصباح وحتى هذه اللحظة. وربما أترك الصورة لمشاهدينا الكرام، يعني ما تيسر لنا من الوقت ليبقوا معنا في هذا المشهد. هذا ما لدي حتى هذه الساعة. أعود إليك مرة أخرى نانسي. نعم، أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا زميلي أحمد عبد الرازق، كنت متواجد معنا في الأسكندرية، شكرا جزيلا لك.